السلام عليكم ورحمة الله، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. هنا انا كنوجد باغا ندير لاصوص بلونش. هنايا درت البصله مشحره مع شويه ديال الزيت، شويه الملحه، شويه ديال البزار. من بعد قطعت واحد الطريفات ديال الدجاج من اي بلاصه، الصدر، الفخاد اللي كان تشحروا معاه مزيان. انا تطحت شويه البصله، عاد درت هاد شويه ديال الدجاج، غادي نخليه يتشحر. هنايا كيف ما كتشوفوا سلقت سباغيتي، ها سلقتها انا غير واحد شويه، تشرب شي شويه الماء وغادي نصفيها. الماء درت فيه شويه ديال الزيت، شويه الملح، شويه البزار، وشويه العطريه ديال الشاورما، كتعطيها واحد البنه زوينه. اذا هنايا انا غادي نكمل التشحر ديال التشحر مزيان. من بعد غادي نزيد الصلصه البيضاء ديال الطبخ، عندي ديال 200 مليلتر صافي. ومن بعد ونخلطها وتنسجم العناصر وندوق المذاق يكون هو هذاك. واخا انا سلقت سباغيتي بالملحه، المهم غادي ندوقو ونشوفو شنو خاص، واش خاص شويه الملحه، واش خاص شويه البزار، عاد من بعد نخلطو كلشي. اللي ما بغاش يخلط يحط سباغيتي ويحط فوق منها لاصوص بلونش بالدجاج. اذا هنا من بعد ما تشحر لينا الدجاج، انا قلبتو راه طاب، ملي كتوليو غير كتقيسوها بحال هكا كتقسم، شفتوها صافي. من راه طاب تشحر مزيان، راه ما فيهش الماء. دابا غادي نضيفو لاصوص بلونش. انا خديت هادي، علاش كناخدها؟ حيت كتصلح الحلو والمالح بجوج، كنطلعها باش كنديرها مع لي كاطو، سينو بغيتها مالحة كنديرها مع المالح. اللي عندو الشامبينيون يقدر يزيد الشامبينيون في المرحلة الأخيرة من يتشحر الدجاج، يدير الشامبينيون حتى هو يتشحر. راكم عارفينو دغيا كيطيب كيهش الطياب بزاف حتى لآخر لحظة، وضيفوه. هنا غنشوفو على حساب الكمية ديال السباغيتي اللي عندنا. صافي، يا اما قلت لكم جوج ديال الاختيارات، يا اما تخلطوه مع سباغيتي، يا اما تحطوه من الفوق، لكم الاختيار. هنا غندوق لاصوص، هي هذيك في الملحه، هي هذيك في البزار. واحد الملاحظه قبل ما ننسى نقولها لكم، دونك بالنسبه لهنايا صافي انا غير تشحرني طفيت عليه. واحد الملاحظه بالنسبه لسباغيتي، خليوها في الماء الا كنتو مازال معطلين، يعني ما غاديش تقدموها في ديك الساعه، خليوها. انا خانتو كتشوفوا في الماء ديالها، دونك غادي نخليها، لان هي كل ما بقات كل ما كتنشف كل ما كتشرب بزاف. دونك الا حيدتها صفيتها من هنا، باش غنبغي نحطها واحد نص ساعه غادي نلقاها نشفات بزاف. دونك غادي نخليها في الماء ديالها حتى نبغي نستعملها، وغادي نشعل على الماء باش يسخن ونحركها مزيان باش تعاود تسخن كامله. عاد ديك الساعات نصفي الماء، ولا كنت غادي نخلطها مع لاصوص نخلطها، سينو غادي نحط لاصوص من الفوق حتى تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. السلام عليكم، انا وريتكم الاعشاب حيت داك الفيديو ما كانش صراحه باين فيه الاعشاب. بالنسبه للقضاء على البق، دونك عندنا هنايا الزعتر، شوفوه مزيان كيفاش داير، شويه ديال الزعتر راه غني عن التعريف اللي كنديروا في البيتزا. ثم عندنا الشيح، هذا اللي نكثروا منه، هذا هو المهم بزاف. شوفوا الشكل ديالو كيف داير، الشيح. ثم الخزامه، دونك كنديرو الخزامه، الشيح، شويه ديال الزعتر، نديرو يا اما في الفاخر نشعلو في خلات ونديروهم نعجعجو مزيان هذاك المكان، الغرفه او المنزل كامل للقضاء تقريبا يوميا. يوميا قدرتو ديرو صباح وعشيه مزيان، ما قدرتوش على حساب الحساسيه واللي كيتخنق، يبقى يديرها مره في النهار لمده اسبوع حتى 10 ايام ان شاء الله، ما تبقى حتى شي حاجه. السكسو ديال اليوم، انتو البنات باش يجيكم خاطر وحمر، ديما في الاخر زيدوا فيه واحد معلقه كبيره عامره مزيان ديال مطيشه الحك، ديروه في شي زليفه وزيدوا عليها شويه د الماء تتحركوه مزيان بحال غدوروا الحريره صافي. وديروها مع لاصوص، هي وشويه السمن، وخليوه حتى يتقدموا. نتوما كتذوقوا كتقادوا لاصوص حتى
الفلفله كتغير المذاق، هي والبنجان كتغير المذاق. بغيتو تبدلو هادشي الا بغيتو تبدلو. هانتوما غتشوفو معايا القصريه ديال العود، الكسكسو ديالنا هنايا شفتو راه غليظ شويه. القصريه ديال العود، ثلاثه ديال الفرات، هي القصريه مشاهدكم. سمحوا لي الا كانوا شي محنات، سمحوا لي. القصريه ديالنا هي سكيتها كسكسو، شفتو الغليظ. طبعا لي عجبتكم ديروها، ولكن هذا عندكم زبيب، هاد زبيب الكحل كيعطي واحد المذاق واعر في الكسكسو. والسر اللي قلت لكم ديال مطيشات الحك، حتى هو كيقاد لاصوص مزيان. ها انتم كلشي على القصريه ديال العود.